أما نحن مكملين بفقرات صباحنا لليوم. وصلنا لفقرة كنا عم نشهدها خلال الأيام الماضية، الخسوف والكسوف والعواصف اللي صارت الفصول الأربعة. كمان رشا خلينا نقول اللي عم نشوفها اللي عم نشوفها خلال النهار، يمكن بعض الأوقات بنحس ببرد كتير كبير، بنقول ما خلصت الشتوية، بعض الأوقات بنحس بشوب وعواصف رملية وكتير من التغييرات بالطقس. لإمتى هي التغييرات ممكن تبقى؟ شو أسبابها وشو انعكاسات علينا؟ كل هاي التفاصيل رح نعرفها بالتفصيل مع الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم، صباح الورد، صباح الخير. صباح الخير. مثل ما تفضلتي يوم عليك ويوم لك ويوم عليك. نكلم عليك صفيان. شكلي يا دكتور كله عليك عليك، ما في شيء اسمه ليك. وبالذات هلا كمان عم نلاحظ يعني كمان في شوية حرارة عالية. شو هاي حرارة هي؟ هي الرطوبة القليلة مع حرارة عالية، بس فعلا المنطقة شهدت الفترة الماضية تقلبات كتير كبيرة. أكيد. العاصفة الغبارية اللي ضربت الشرق سوريا، البادية السورية، الخسوف، حنحكي عن هدول القصص بالتفصيل، واستكشاف الثقب الأسود، وأحداث فلكية كتير كانت خلال الفترة الماضية. خلينا تركناهم يومين، تركنا للدكتور يومين، كل هالقصص صارت. صح. شو بتحبوا نبلش؟ خلينا نحكي عن العاصفة الرملية بالبداية دكتور، لأنه شفنا تركت أضرار كتير كبيرة. تمام. بالبداية العاصفة الرملية هي بشكل عام، إذا بتتذكروا بعام 2015 ضربت عاصفة رملية بلاد الشام. بشكل عام العاصفة الرملية تحدث إذا كان في تغير في سرعة عالية بالرياح، في تغيرات ضغط بالجو. بدمشق بالفترة الماضية كمان شهدت عاصفة رملية، لكن العاصفة الرملية تنتهي بهطول المطر. إذا نزل المطر تنتهي العاصفة الرملية، لأن التوتر السطحي للغبار الموجود بالجو يتغير بتغير الضغوط وتغير درجات الحرارة. إذا تأمن المناخ أو الحرارة المناسبة لهطول الأمطار تنتهي العاصفة الرملية. فكانت العاصفة الرملية بدمشق الحمد لله مرت بسلام. المشكلة العاصفة الثانية، نحن عم نحكي العاصفة الأولى حتى إجت على دير الزور ونزل المطر، ما كان لها أي تأثير. العاصفة الماضية كانت غير شكل. العاصفة الماضية أولا ترافقت بسرعة رياح شديدة بكميات غبار كبيرة. الصور مخيفة دكتور اللي شفناها، مخيفة، الصور جدا مرعبة. كيف اجت الرياح مع هالغيوم، الغيوم طبعا الغبار اقصد فيها، ودخلت على دير الزور، والجو مع صار في رؤية، الرؤية الأفقية انعدمت، نفس تنفس جهاز تنفسي، واليوم ذهبت إلى العراق. يعني حتى اللحظة لم تهطل أمطار لا بدير الزور لا بالبادية السورية، وبالتالي هذا التأثير اليوم ستشهده العراق. يعني انتقلت من سوريا باتجاه العراق باتجاه الخليج، راح تصب بالنهاية بالمحيط. إذا ما صار في أي أمطار بأي من الدول التالية راح يكون في مشكلة. توقعاتك حيكون في أمطار دكتور؟ لا، يعني كم أيضا حتسيطر بالعراق وحتسيطر بالخليج بشكل عام. للأسف ما في أي أجواء أمطار، وخاصة بالعراق. والعراق المرة الماضية كمان ما نزلت فيها أمطار، وكمان كان في ضحايا كتير بالعراق، وفي كان مشاكل كتير كبيرة المرة الماضية بالعاصفة الماضية اللي كان تأثيرها علينا أقل بسبب هطول الأمطار، لأنه إحنا قريبين شوي من البحر، العراق كانت أبعد شوي. هالمرة كمان راح تسمعوا خلال الأيام القادمة أيضا هذه التأثيرات الكبيرة من هذه العاصفة الغبارية الناتجة. لهون نصل للسبب، الناتجة عن التغيرات الحرارية والاحتباس الحراري. يعني شو سبب هذا التغير تماماً؟ الفكرة بشكل عام العواصف الغبارية بشكل عام كانت محصورة بالصحراء العربية الكبرى. نعم. يعني بالخليج وجزء من العراق. طيب لما تغيرت درجات الحرارة وصلنا نشوف الفصول الأربعة باليوم الواحد. صح. فتغيرت الضغوط على المستويات كلها. هذا الشيء خلى هذه العواصف الرملية تدخل إلى الداخل، يعني تقرب للبحر. نعم. هذا الشيء اللي سبب ارتفاع درجات حرارة. راح تلاحظوا انه نحن هلا بأيام راح توصل الحرارة للأربعينات، يعني في ارتفاع درجات الحرارة، وبنفس الوقت راح يمر يومين او ثلاثة باردين. طيب انا لساتني عن كلامي انه كل المؤشرات، وبوجه تحية المديرية العامة للأرصاد الجوية اللي دائما نحن وياهم على تنسيق وتعاون كثير كبير، كل المؤشرات تشير الى ان هناك ارتفاعات درجات حرارة عالمية. نعم. لكن هذه الارتفاعات درجات الحرارة رح تغير بالضغوط وتسبب لنا بعض الأيام اللي أنتم حتستغربوها. برودة. تماماً. هربانة من الشتوية. تمام. يعني حتى في كمان طالما أنت ذكرتي يوم ليك ويوم عليك، معقولة تشتي بقاب. ممكن. هلا مرقت سنة من السنين. تماماً. هالأجواء هي الاضطراب المناخي يلي سموها، مو نحن سميناها، منظمة الأرصاد العالمية سمت هذا الطقس بالاضطراب المناخي. أي لا يوجد أي علامات لهذا المناخ. تركيا من كم يوم سيول، سيول، بس سيول ترابية، كانت في مشاكل
مشاكل بيئية سببت. طب هذا الاضطراب دكتور يعني شو تأثيره علينا؟ تأثيره كتير كبير بس مش احنا نسبب. يعني اولا دائما المسبب الانسان ما تربينا من 5 سنين ونحن عم نحكي انه غاز ثاني اكسيد الكربون انه نخفف من غاز ثاني اكسيد الكربون. لا، الدول المتقدمه وبالذات اذا بنحكي نحن عم نحكي بعيدا عن السياسه، عم نحكي علم، العلم الولايات المتحده الامريكيه اكثر باعث لغاز ثاني اكسيد الكربون بالمناخ، وهي الدوله الوحيده يلي انسحبت ورجعت وانسحبت ورجعت وانسحبت من منظمه باريس للمناخ وحتى الان غير ملتزمه. طيب اذا الكميات الكبيره عم تطلق الولايات المتحده الامريكيه، اوروبا، الصين، مشان ما نعتبر دوله خصص. طيب هي الكميات الكبيره ما عم تقل، حتى اللحظه ما تقلت. اجى وباء كورونا خف، اجتنا نتائج جيده، لكن بعد منا رجع ارتفعت النسبه تضاعفت. فنحن اليوم امام 1.8 زياده عن درجه الحراره المتوسطه. اذا وصلت ل 2.5 بعام 2030 وصولا لعام 2050، فعلا نحن امام كارثه بيئيه على مستوى العالم. قد خليني أكون صريح وواضح، قد نكون نحن كدولة داخلية يعني مو على تماس مع القطبين أقل تأثراً، لكن في تأثيرات كل شيء نشعره أنه والله شوية شوب وشوية برد، لكن في دول كبيرة راح تتغير خارطة. فبالتالي لازم ضروري جداً أنه نهتم بهذا الموضوع بشكل كتير كبير، لأنه نحن أمام خطر كتير كبير، خطر كتير كبير. ودير الزور اللي حدث بدير الزور هو مؤشر، هذا المؤشر هو عبارة عن وميض قد يتكرر خلال السنوات القادمة. يمكن بطريقة أشد كمان دكتور إذا استمرت هي الحالة. خلونا نتفائل هيك شوي. لا نحن متفائلين أكيد يعني لغم كل شيء نحن متفائلين. يعني إن شاء الله أنا متفائل بالبيئة بصراحة بالطبيعة. يعني دائما الطبيعة بترد. يعني ولو وبتجدد نفسها كمان. سر بيناتنا. قد يكون وباء كورونا هو رد من الطبيعة على زيادة الاحتباس الحراري. ممكن جدا. ما بتعرف الطبيعة شو بترد. ما بيصير يضل في اختلال بالتوازن البيئي إلا ما يكون في رد. إن شاء الله هيك تمرق بخير وسلامي على العراق وعلى كل الدول يلي ممكن يتأثروا بهذا الغبار. كنا عم نشوف هيك شوي صور للخسوف مرق كمان من كم يوم وكان له تأثيرات كتير كبيرة حتى على نفسياتنا. كنا عم نحكي يعني حسينا بشكل عام أنه ما أنا مرتاحين. يعني أي حدا بتسأله بيقول لك أنا ماني مرتاح، في شيء ضاغط، بس ما قدرنا نحن نفسر اليوم. ولكن اليوم عن طريق وجودك معنا اليوم خلينا نحكي عن الخسوف وكيف كان تأثيراته على الأرض وعلى الأنفس البشرية. تمام. يوم الأحد فجرا مساء يوم الأحد ليل يوم الأحد فجر يوم الاثنين حدث خسوف كلي للقمر. طبعا هذا الخسوف لم يشاهد في منطقتنا العربية، حتى بسوريا حاولنا نرصده وما قدرنا، لأنه بيظهر خلال 6 دقائق مع غروب القمر، القمر هو عم يغرب 6 دقائق، فكان وراء الأفق فما شفنا منه أي جزء بسوريا. كان خسوف مشاهد في أفريقيا، في الجزائر، في المغرب، في تونس، في جزء من أمريكا على السواحل الأمريكية الجنوبية. منطقتنا لم تشهد أي دقائق معدودة، لكن لم نشهد خسوف حقيقي. هذا الخسوف هو الخسوف الكلي الأطول خلال عام 2022، استمر لي 5 ساعات و18 دقيقة. الخسوف الكلي استمر لي ساعة ونص تقريبا، ساعة و24 دقيقة. القمر وقع عليه ظل الأرض تماما، فتلون القمر باللون الأحمر فأصبح ما يسمى القمر الدموي أو القمر الأحمر. شوهد طبعا مثل ما ذكرت بإفريقيا بجزء كتير كبير منه. سوريا ما شهدت غير 6 دقائق من هذا الخسوف. يحدث الخسوف تماما عند اكتمال القمر. حدث في سوريا قبيل شروق الشمس، يعني نحن عم نحكي على ساعات الفجر تماما، الشروق بعد الفجر بقليل، فما كان للأسف الشديد مشاهد. هلأ ترافق وجود الخسوف مع وجود ذرات كبيرة من الغبار، هي يمكن أثرت على نفسيتنا بشكل عام. والبدر بأي حالة من حالاته بيأثر على ضغط الدم للإنسان، لأنه القمر بيمارس عمليات مد وجزر على مياه البحار والمحيطات. هذا المد والجزر يلي بتمارس على السوائل، الإنسان جزء منه كتير سائل فيمارس على جسم الإنسان، فيشعر الإنسان بتواتر أكثر. صح. شو بالكم إذا كان في خسوف شمس قمر كملت. وبالتالي تماما بالتالي بيكون عملية المد والجزر في أقوى حالاتها، وبالتالي الحالة المزاجية عند الإنسان بشكل عام تتغير. عشان هيك بيوقفوا بالدول المتقدمة عمليات القلب المفتوح لما يكون القمر بدر، لأنه ضغط الدم بيزداد، التوتر بيزداد. على فكرة رشا أنت صحيتين، على فكرة أفلام الخيال العلمي المستذئبين أو المستذئبون لما بيخلوا لكم القمر بدر كلها علاقة بال تماما، بيخلوا لكم البدر هيك وبيطلع ذئب وبيتحول الناس لزومبي وما بعرف شو. هي فكرة صحيح خيال علمي، لكن مبنية على فكرة علمية أن القمر البدر
يسبب ارتفاع ضغط الانسان، ضغط الدم عند الانسان، فيسبب توتر. حتى شهدنا حوادث كثير على الطرقات، حوادث منزليه، حرائق، يعني بهدول اليومين شعلت عن جد. ممكن يكون لها علاقه دكتور هيك؟ هلا بشكل عام في اكثر من دراسه، فعلا نحن عم نحكي علم، باكثر من دراسه هناك ترابط ما بين الامر البدر وما بين حوادث السيارات وعمليات الانتحار والابداع. عشان هيك الشعراء دائما كانوا يبدعوا لما يكون الامر بدر ويتغنوا بالامر بدر. عمليات الانتحار وثقت ببعض الدول المتقدمه انها تزداد عندما يكون القمر بدر. توتر الانسان، عصبيه الانسان، تغير مزاج الانسان تتغير لما يكون القمر بدر. وبرجع بقول لكم السبب انه زاد كميه الاكسجين على الدماغ. طيب هي كميه الاكسجين اللي زادت على الدماغ خلت الدماغ يشتغل اكثر، يفكر اكثر، يتوتر اكثر. معناتها في شيء ايجابي بالموضوع وفي شيء سلبي. يعني تماما. اذا شلون بدنا نحسبها نحن؟ شلون بدنا نحكرها؟ اذا كان نحن من زاويه ضغط الدم المرتفع فهذا حيسبب القمر البدر شيء سلبي. اما اذا كنا من زاويه ضغط الدم المنخفض راح يسبب شيء ايجابي. اما اذا كان ضغط دمنا طبيعي ما راح نتاثر. اذا مقياس لضغط الدم، تخيلوا قديش بالفضاء والفلك في شغلات بتفيدنا حتى لنعرف صحتنا. القمر البدر بيعرفنا حالتنا اذا كان ضغط دمنا مرتفع او منخفض. في عندنا مجموعه نجوم اسمها السريه نفحص عيوننا فيها، يلي بيشوفهم 8 نجوم او 9 نجوم هذا عيونه 10 على 10، يلي بيشوفهم 7 نجوم هذا ناقص ببصره. كان لازم تنهي هاي المعلومه قبل، خلينا نطلع نفحص. فرح مرق عليك هيك هذا الاجواء اللي عم يحكي عنها؟ انا كثير كنت روقان، استغربت ليش عم بتقولي انه هي في حاله توتر، بس هي بشكل عام يمكن الظروف شوي مكركبه على الجميع رشا. بس اذا بدنا نقول اليوم عن التاثيرات القادمه، يعني نحن دائما بهمنا المستقبل، بكره شو حيصير معنا؟ دائما بقول تفاؤل. طمنا دكتور، طمنا شوي، حابين نشوف شويه انفراجات ان كان بحاله الطقس، ان كان بالظواهر، يعني العواصف الرمليه. البعض عم بيقول انه ممكن تتكرر هي العواصف، هذا الشيء شو مدى صحته؟ هلا تتكرر هي العواصف بهي الشده؟ لا، ما عاد في مناخ يساعد على تطور طبعا. او تكاثف غبار مره جديده، حتى بدمشق او بلاد الشام بشكل عام صعب انه تتكرر العاصفه الغباريه من جديد. العوامل غير لا تؤشر الى تكرار، يعني نحن بفتره الربيع فقط تظهر العواصف الرمليه، لما ندخل الصيف بشكل كامل ما تظهر عندنا. ما بندخل بالصيف المشكله دكتور. تماما، لكن صدقيني نحن الان ربيع لساعتنا والحراره هي حراره صيف. يعني كمان ما نظلم الربيع، الربيع اختفى. يعني نحن حرارتنا اليوم، لا تنسوا نحن لساعتنا ربيع، ربيع المفروض تكون حراره ارطب من هيك. يعني في اليوم ارتفاع درجات حراره 2 لـ 4 درجات. يعني نحن الان بالربيع والحراره مرتفعه، لكن تماما لانه كثير كان في برد بالفترات الماضيه. صحيح. دكتور، خاصه بالليل يعني عم نشوف كان انخفاض درجات الحراره معي. ما معقوله يعني نحن ما شهدناها بهاي الاشهر. وملاحظتك مهمه ورح نستمر بملاحظتها. كيف رح نلاحظ انه هلا اليومين هدول ارتفاع حراره نهارا وانخفاض ليلا، هي الفصول الاربعه عم نحكيها. فاذا هذا الشيء رح يستمر لانه هذا الشيء من ايد الانسان. لكن اذا نطلع على الجانب الايجابي، هناك اكتشافات حلوه كثير بعلوم الفضاء والفلك. خلينا نحكي تماما عنه. اولا تصوير الثقب الاسود العملاق الموجود بمركز مجرتنا، اول صوره لثقب اسود موجود بمركز مجرتنا. هي جائزه للعلماء. شو هو الثقب الاسود؟ شو هو دكتور؟ هو عباره عن نجم اكبر من شمسنا بثلاث مرات على الاقل. انفجر وتعصر مادته بالكون بسوبر نوفا. الانفجار ولد ضغط هائل خلى ماده النجم كلها، ماده نجم تتجمع في نقطه اسمها ثقب اسود. جاذبيته هائله، حتى الضوء لا يستطيع ان يهرب منه. حتى الضوء يمتصه. هذا الثقب الاسود هو حاله ضروريه لتشكل المجرات. لا يمكن ان تتشكل مجره بدون وجود ثقب اسود. من زمان كان يقولوا انه في ثقب اسود بمجرتنا، لكن ما كان في دليل. كل شيء بنشوفه انه في نجوم عم تدور حول شيء مو مبين. 12 ايار كان تاريخ مميز لدى العلماء، قدروا لاول مره من خلال 8 تلسكوبات عملت لاكثر من عده اشهر بتزامن وترابط ودقه هائله، وسلطت عيونها على مركز مجرتنا والتقطت صوره، طبعا مشروع اسمه ايفن هورايزنز او افق الحدث، قدرت تصور الثقب الاسود بمركز مجرتنا. له تاثيرات على الارض دكتور الثقب؟ هلا هذا بعيد 27000 سنه ضوئيه، 27000 سنه ضوئيه، يعني هذا الضوء اللي نحن شفناه، حواف الثقب الاسود، افق الايفن هورايزنز او افق الحدث المحيط بالثقب الاسود، الصوره اللي عم نشوفها تماما هذا اللون الاحمر. هذا اللون الاحمر نحن بنلاحظ بالدويره اسود، هذا الثقب الاسود ما بنشوف شيء، ما بنعرف شيء ولا معلومه، لكن احنا بنشوف حوافه. هي الحواف صار لها 27000 سنه طالعه. يعني انتم عم تشوفوا صوره من 27000 سنه. هذا الثقب الاسود اليوم صار عملاق اكثر. نعم. تخيلوا العلم ما في شيء بعلم الفضاء والفلك اسمه حاضر، كله ماضي.
هي 27000 سنه، يعني تخيلوا هاي يمكن قبل الحضاره بزمن الحضاره الفرعونيه. هذا وضع النجم بزمن الحضاره الفرعونيه. فاذا هي النقطه كثير مهمه، تاثيره علينا هو تاثير محافظ على وجودنا، يعني لولا هذا الثقب الاسود الموجود بمركز مجرتنا لانهارت مجرتنا، وبالتالي انهارت مجموعتنا الشمسيه، ولا انهارت الارض، ولا ما كان في حياه على الارض. هذا الثقب الاسود يحافظ على شكل المجره، توازن المجره، دوران شمسنا حول مركز المجره، شمسنا الان تدور حوله. الان تدور، بس قديش؟ تخيلوا قديش؟ كل دوره يعني السنه الشمسيه حول مركز المجره بتاخذ 250 مليون سنه. يعني السنة الشمسية 250 مليون سنة لتدور دورة حول مركز المجرة شمسنا، نحن بندور ب 365 يوم. الشمس تستغرق 250 مليون سنة لتدور حول مركز المجرة، وبالتالي هذا الثقب الأسود أولاً دليل على وجود شيء ما يحافظ على توازن المجرة، يحافظ على وجودنا، ويؤكد للعلماء أننا أن تحليلاتنا، دراساتنا تتجه بالاتجاه الصحيح، نعم هناك ثقب أسود يحافظ على التوازن، بعيد لن يأتي إلى الأرض ويبتلعها، بعيد جدا حتى اللحظة 27000 سنة ضوئية، المستقبل البعيد ما حدا بيعرف إذا تحرك ولا ما تحرك، بس نحن هون لما نحكي بقى بالفضاء والفلك نحكي على مستقبل جدا بعيد، نحكي نتحدث بملايين السنين، لأنه تطلع بقى معنا الأرقام الفلكية. تمام. فهو آمن، لكن إنجاز بصراحة إنجاز إيجابي، يعني إيجابي جدا جدا، يعني خبر حلو، إيجابي خبر يوم حلو في إيجابي. وهلا عم ننتظر جيمس ويب كمان، جيمس ويب يعني شو صار فيه، نحن ناطرين صور، ناطرين فيديوهات، يعني اليوم برد وظبط أموره. برافو، متابعة الخبر رشا تماما. بالفعل برد وظبط أموره تمام، هي العبارة الصح. والآن هلا فتح عدسته وبعد كم يوم بده يرسل الصور الأولى من جيمس ويب، بالفعل كان عم يبرد مراياته لحتى يتأقلم مع الفضاء، الفضاء درجة حرارته ناقص 270 درجة مئوية، يعني جدا بارد، وبالتالي عم يحاول يعدل نفسه، يجهز أموره ليبعث لنا أول صورة. فإذا صور ناطرينا حننصرها، لأنه هذا حدث كثير كثير مهم فعلا، وحتلاحظوا كمان تسارع أحداث كثير خلال الأيام القادمة، لأنه بشكل عام بالصيف تزداد النشاطات الفلكية، تزداد الأحداث الفلكية وتزداد مهمات. شو حنشوف؟ شو حنشوف؟ هلا اول شيء نحن الحدث اللي نحن مترقبينه كفلكيين الهطول الشهابي 11-12 اب، هذا حيكون كثير مميز هذه السنه. عم نستنى ايضا القمر، لانه حيكون في عندنا قمرين عملاقين، ايضا ظاهره مميزه. عم نستنى رصد لكواكب، الان في عندنا حتى اللحظه مستمر التراصف ما بين الزهره والمريخ وزحل والمشتري قبيل الفجر بمنظر جميل جدا، الكواكب موجوده، رصده ممتع جدا. عم ننتظر انتهاء الطلاب من الامتحانات لنرجع نفتح ابواب المرصد الفلكي السوري، لانه عندنا ظواهر فلكيه كثير ممتعه. اللي يمكن الشغله الاهم يلي ان شاء الله فعلا هي ممكن نتحدث عنها بمرات قادمه، لانه لازم نسلط الضوء عليها، هي موضوع طقس الفضاء والشيء اللي عم نعدله لموضوع طقس الفضاء وتاثيره علينا. ما راح كثير احكي عن طقس الفضاء لانه بس موضوع مهم جدا، خلينا ناخذ لو فكره صغيره عنه، تاثير النشاط الشمسي اللي عم يحدث الان على الارض، سواء بالحراره اللي عم نشهدها أو بتغيرات التشويش اللي عم يصير على القنوات الفضائية العالمية والداخلية، تشويش على الأمواج الراديوية، ماذا يحدث للشمس؟ هذا السؤال نتج عنه فرع علم كامل اسمه طقس الفضاء. حتى اللحظة ما في غير برنامج عالمي واحد لمتابعة طقس الفضاء، نحن نسعى في سوريا أن يكون عندنا برنامجنا أيضا لمتابعة الشمس ولدراسة هذا المجال ولدراسة طقس الفضاء ومعرفة تأثير الشمس علينا. يعني بالمختصر، بدل ما يكون عندنا نشرة جوية فقط، بيكون عندنا نشرة جوية ونشرة عن طقس الفضاء. اليوم في انفجار على سطح الشمس، يا إعلام انتبهوا، في تشويش على القنوات من الساعة كذا للساعة كذا، في ارتفاع درجات حرارة، في تغيرات بالترددات، كتير حلو. يعني أي شيء بعالم الفضاء دكتور هو له علاقة كتير كبيرة وانعكاسات على الأرض، لحتى نعرف شو بيصير على الأرض لازم كمان نعرف شو بيصير على الفضاء. بتذكر كان وقت دريد لحام ونهاد قلع إذا رفت فراشة في البرازيل سبب، هي هيك حقيقة، هي حقيقة هيك. نحن أبناء النجوم، بالنهاية نحن أبناء النجوم، نقطة الدمية اللي تنزل منا فيها حديد ما بنعرف من اي نجم اجى، فيها كميات حديد صنعه في النجوم الكبيره، صنعه في قلب الثقب الاسود، هذا اللي شفنا صورته، هذا اللي شفنا صورته لما انفجر شكل الحديد. اسف رشا تفضل. دكتور، ما بيتم توثيق ماده فيديو اذا كان مثلا الظواهر قريبه، مثلا الاشكال قريبه من خلال المراقبه؟ تمام، بيتم توثيق فيديو ومنصور كثير، نحن بحاجه اليوم نعرض هدول المواد، يعني نحن ما لنا اليوم بسبب ظروف ما لنا قدرانين مثلا نحضر نطلع
معكم او الناس تطلع، فكتير مهم اليوم نحن نضوي عليهم ولو خلال هيك دقيقتين صحيح. من كل هو دائما استاذ رامي بده يوجه له تحيه، تقصير منك معنا تقصير مني، بعت لي فيديو فعلا تقصير مني، المرات الجايه بجيب فيديوهات وفعلا يعني فيديوهات مثلا البقعه الشمسيه اللي حدثت الان من كم يوم، حدث انفجار سطح الشمس كان كثير حلو، فعلا انا هذا التقصير مني، المرات الجايه بوعدكم وبوعد المشاهدين انه يكون في فيديوهات ويكون في شرح اكثر عن الفيديوهات، لانه فعلا مثل ما تفضلتي بدنا فيديوهات، وان شاء الله اللقاء القادم مو بس هيك نربط مع المرصد بحيث نكون نحن باللقاء وعلى الهواء نشوف شو عم نشوف بالمرصد ونحن لقائنا صباحي، فبنشوف البقعة الشمسية، بنشوف يا ترى في بقعة شمسية ولا لا، وبنربطها مع الواقع، يا ترى هل في ارتفاع درجات حرارة ما في ارتفاع درجات حرارة، في نشاط شمسي ما في نشاط شمسي، شو التغيرات على سطح الشمس، كلها ممكن نحن نتابعها من خلال صور مباشرة من المرصد الفلكي السوري. أنا ما بدي أطول عليكم بس كلمتين، نحن نملك ثاني أكبر مرصد بالوطن العربي، يعني في عنا إمكانيات كثير حلوة، لهيك عم نقول لازم نعرف فيه أكثر عن طريق مادي مصورة فيديوهات، يعني نخبر عن نشاطه أكثر، وكثير حلو المادة يعني الشهب اليوم، يعني هذا منظر لحاله هذا الشهب بآخر الليل، وبتاخذوا معكم عدادة وتطلعوا بتعدوا الشهب 1 2 3 كانوا يقولوا نتمنى ايوه تمام نتمنى ومو بس هيك بيطلع لكم تقاليل تواليل او تقاليل ما بعرف شو اسمها هذه كلها يعني ما بدنا نقول خرافات يعني هي من زمان كانوا يقولوا هاي القصه يعني بس وين كان قد ما بتعدي ممكن تطلع بس على فكره ليله الشهب ولا احلى ليله من العمر ما بتنسب يعني من السنه للسنه بنستناها مره لانه فعلا ليله من العمر ما احلاها وهي السماء يعني خلونا بصراحه نطلع من هموم الارض نفوت بجمال السماء. طب نحن حنقدر نشوفها يعني بالعين المجرده؟ بالعين المجرده بس نبتعد عن اضاءه المدينه تماما عن اي مؤثرات ضوئيه، مو والله جاي سياره مكان صافي ونحن يعني نحن بيتنا بيطل على طريق مثلا، سيارات بيجي اضويتها على بيوتنا ونطلع على السماء ما حنقدر نشوف. بدنا اولا نقعد بمكان بعيد عن اضاءه، على القليل نحط شيء حاجزين عن اضاءه السيارات، نعود عيوننا نص ساعه على السماء نقدر نشوف شغلات كثير حلوه. رح نلحظها. فعلا نقدر نشوف شغلات كثير حلوه، يعني نحن بالنسبه لنا موضوع الكهرباء بالنسبه لنا كثير جيد لانه نحن عم يعطينا فرصه هاد ممتاز اما السماء بشكل كثير كبير، وعلى فكره امبارح كان عندنا شيء اسمه اليوم العالمي للضوء، اليوم العالمي للضوء كان في دعوه عالميه لاعاده دراسه موضوع الاناره بالعالم وكيفيه التميز بالاناره، فكانوا داعيين الدول لتصوير السماء من قلب المدن، فكانت صورتنا نحن افضل صوره لانه نحن كان اقل تلوث ضوئي كان موجود ببلدنا، وفي صور حتى فضائيه كانت كنا مستفيدين منها. هي الصوره فطريه يا دكتور هي من الواقع للاسف. بالنهايه دكتور مشكور كثير على وجودك معنا، بنتمنى كل شيء حلو نشوفه ويكون انعكاساته علينا وعلى الارض، وناطرين كثير من الظواهر الجميله اللي حكيت عنها. اكيد ان شاء الله يسعد صباحك وصباحك. شكرا دكتور يعطيكم الف عافيه، وناطرين اكيد مواد هيك حلوه نقدر نتعرف عليها من خلال وجودك معنا. أكيد إن شاء الله. شكرا دكتور.